ما تتأخرش يا أستاذ أشرف. عليكم السلام. زين كلمته؟ ايوه مناح. قال لك ايه؟ قال لي انه جاي. عظيم، خلاص خلص ترتيباتي، ما تخافش، ربنا يستر. اجمد يا زين، مسكين انت يا زين، انت عمرك ما وقعتك مشكلة. خاف شو جابوا كتر المشاكل يقوى القلب. وانت محتاج قلبك يقوى شوي. ايوه يا استاذ اشرف، تتاخرت كده ليه؟ انا شايفك اهو يا زنبي، انا موجود شايفك اهو. استاذ اشرف انت تاخرت كده ليه؟ معلش يا زنبي، الدنيا ليل والطريق. الا فين الفلوس يا زنبي؟ انا اصطمني انك مش هتطلب فلوس تاني. انا راجل دغري، تديني الفلوس امسح الرساله من على الموبايل وتشوف ده بعينيك. صراحه يا استاذ اشرف انا مش واثق فيك. هي شغلنا سهل، تديني 150,000 جنيه وكأن شيئا لم يكن، بس اديني الفلوس بس عشان الحق اروح لحسن الدنيا ليل. لا ما تخافش، عربيه هتوصلك لحد البيت. ايه ده، فلوس وعربيه كمان؟ ده كرم اخلاق منك ده، بس اديني الفلوس علشان اطمن قوي، انا بحب اطمن. اطمن يا استاذ اشرف، فلوس اهي. رجع الفلوس يا زين، وانت طلع تليفونك والا هقتلك هنا يا جريشهم. مش اتفقنا ده يا زين بيه؟ مالكش صالح بزين، انا اللي بتحدد معاك. يلا اخلص.